بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم محمد يوسف. إن شاء الله هنتكلم النهارده عن الإلكترودستولوجي مع موضوع جانكشن كمكبر للإشارات الصغيرة أو السمول سيجنال. منظر الإشارة المرئية الكبيرة ممكن يستقبل المعلومات دي فيه أو من الجنة أو من سنسور مركب على جسم الإنسان. اللون بتاعها بيتباع بالميكرو كوت أو بالملي كوت. بيدخلها على الترانزستور يعمل عملية تكبير، يكون الخارج بتاعه بالوولت. ممكن بعد كده أعديه على باور أمبليفاير إذا كنت هبعته وايرلس أو أدخله على أي سماعة، أو ممكن أخده وأدخله على أنالوج ديجيتال كونفرتر إذا كنت أحول إشارة ديجيتال عشان أعمل لها عملية بروسيسنج. زي ما احنا شايفين ده المخطط بتاع الدايرة. الموجود داخل اللون الأخضر ده مصدر الإشارة. ممكن تكون جايزة مقلنا من الميكروفون، يبقى الجهد عندي جهد متردد اللي هو البي إس، وفي مقاومة داخلية للميكروفون بنسميها آر إس. الجزء اللي محاط باللون الموف ده الترانزستور بمجموعة المقاومات اللي بتحدد لكم التيار والجهد عليه. ده هنعرف احنا ازاي. الجزء اللي هيحطوا عليه اللود ده مقاومة الحمل اللي انا هاخد الاشارة عليها، الشرط الخارجي في عامل الترانزستور اوصلها المرحلة اللي بعد كده، المرحلة اللي بعد كده بنوصلها بنسيبها لود عبارة عن مقاومة. عندي بقى مكثفين بربط بيهم شرط الاشارة اللي جاية لي من المايك ودخل على مرحلة التنبيه أو الاندرتال بتاعت الترانزستور. بستخدم مكثف يعمل لي عملية الربط. بستخدم مكثف تاني بربط ما بين خارج الترانزستور والدخل بتاع المرحلة اللي بعد كده اللي هتخش عليها الإشارة وهي مكبرة. بس كده بتعمل لي إيه؟ لاحظ إن أنا عندي هنا في جهد مستمر. الجهد المستمر دوت الكباستور ده مش موجود، هيرجع لي يخش لي على إشارة الدخل اللي هو الإشارة اللي هي جاية من المكبرة أو إشارة الآيفون. طيب أنا عاوز أفصل الجهد المستمر ده وأمرر الجهد في متردد بس، يبقى أحط كاستر زي ما إحنا عارفين إن الكاستر لحالة التيار المستمر بيتأني أوبن سيركت. طيب نفس الوضع بالنسبة للكاستر اللي قدامي ده أو في تلاتة، بيجي لها الإشارة إشارة الخارج مكبرة من الترانزستور، عاوز أعديها لوحدها من غير ما آخد الدي سي اللي جاي لي من الدي سي سي أو اللي جاي لي من الترانزستور. وأحط هنا كاستر من على مرور الـ AC بيسمح لي بمرور الـ AC. أخلي بالي إن الدايرة دي فيها تيارين، تيار مستمر جاي من الـ ACC اللي بغذي بيه الترانزستور، وتيار متردد جاي من المصدر الإشارة الصغيرة اللي أنا عاوز أكبرها اللي هو هنا الـ PS. طيب أنا باخد هنا على الخارج عندي تيار متردد ده اللي بكبره، بينما التيار المستمر او الدي سي هو اللي بغذي بيه المقاومات، مجموعه المقاومات دي والترانزستور. الاشاره المتردده دي بتخش عندي على الترانزستور وتتركب على الدي سي اللي جنب الدي سي سي. يبقى انا عندي هنا اي اشاره دي سي هيبقى متركب عليها كمان إشارة AC. دي دايرة الترانزستور تتكون من ترانزستور NPN مصدر للجهد اللي هيغذي الترانزستور اللي هو DCC، وعنده مقاومة على الكوليكتور اسمها RC، ومقاومة على الإنفرتر اسمها RE، وصل على التوازي المكثف. وعندي هنا R1 وR2. كنا قلنا قبل كده الترانزستور ده عشان يشتغل يبقى فيه فرق جهد ما بين البيس والإميتر حوالي 7.10 بعد. أول ما يعدي تيار في البيس والترانزستور يبقى أون، هيمرر لي تيار في الكوليكتور بيسموه الـ IC. الـ IC هيمشي لي يعدي لي في الـ RC، بعد كده يخش على الـ RE
أعد تيار في المقاولة يعمل لي عليها فرق جهد، يبقى الـ RE هنا برضه بقى عليها فرق جهد، يبقى عندي هنا في فرق جهد ما بين الجزء الديمتر وفرق الجهد ما بين الديمتر والأرض الاثنين لما بنحكم على بعض بيديني جهد البيس، يبقى الجهد اللي عند النقطة بي بيساوي جهد البي زائد جهد الأرض كيف المعلم البي بي هيساوي البي بي زائد البي بي. طيب عشان احط جهد هنا البي بي يحافظ لي او يأمن لي جهد البيز والمتر وجهد المقاومه، اجيبه منين؟ هجيبه من البي سي سي عن طريق ان انا بعمل فولتج ديفايدر او مقسم جهد مقاومتين واخد منهم نقطه مشتركه اغذي بيها البيز وبحدد بيها الجهد اللي انا عاوز اشتغل بيه عن طريق قيم المقاومات ار 1 وار 2. يبقى الغرض من ار 1 وار 2 ان بحط جهد بي سي اللي هو البي بي عشان اقدر احافظ على 7/10 فولت ما بين الجزء الاميتر زائد الجهد الواقع على المقاومه ار اي. طيب الار سي ديت او المقاومه الكوليكتر عشان افصل جهد البي سي سي عن الكوليكتر، لان باخد الخارج هنا على نقطه الكوليكتر وعلى الجهد المقاومه. طيب فايده المقاومه ار اي قال لي بتحافظ لي على استقرار عمل الترانزستور في حالة ارتفاع درجة الحرارة. ازاي؟ أنا عندي طريقة بتقول إن الـ IC بيساوي البيتا اللي هو كسب التيار مضروب في الـ IB، دي اللي كنا قلنا عليها في أول مرة شرحنا الترانزستور. الـ IC بيساوي بيتا IB، وقلنا قبل كده إن البيتا ديت بترتفع او بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة دي ايه اللي هيحصل؟ الاي سي هتزيد. طيب مع كده الترانزستور دوت التكبير بتاعه هيختلف باختلاف درجة الحرارة، يبقى غير مستقر. فانا عاوز طريقة اخلي بيها الترانزستور يكون مستقر الى حد ما مع ارتفاع درجة الحرارة، فحط في التصميم بتاع الدايرة المقاومة ار اي. كيف بقى المقاومة ار اي؟ لما البيتا تزيد بتيجي ترتفع درجة الحرارة يبقى الاي سي هيزيد، لما الاي سي هيزيد التيار اللي هيعدي في المقاومة هنا هيزيد، فالتيار الضرب في المقاومة يعني اللي فرق جهد، كل ما التيار يزيد يبقى الجهد اللي على المقاومة ار اي يزيد. طب التيار اي دي ايه اللي بيحدد قيمته؟ بيحدد قيمته عندي اول حاجة البي سي سي مصدر التغذية في الترانزستور، الجهود اللي وقع عندي على المقاومتين دول ناقص الجهد اللي بين الجزء والمتر ناقص الجهد اللي على الار اي. طيب احنا قلنا ان الار اي الجهد عليه هيزيد، فلما يزيد هيطرح قيمته من اللود اللي هي البي سي سي والمقاومتين دول بالتوازي مع البي بي بي. في الحياة الـ IBTL كل ما الجهد هنا يزيد على الـ RE نتيجة ارتفاع الـ IC النابجة من ارتفاع البيت النشأة عند ارتفاع درجة الحرارة العالية يقوم الـ IBTL، لما الـ IBTL بالتالي الـ ICTL ترجع للدرجة اللي كانت عليها قبل ارتفاع درجة الحرارة. في الحالة دي بضمن استقرار عمل الترانزستور أثناء ارتفاع درجة الحرارة. طيب الـ RE ديت رغم إنها مفيدة في عمل استقرار الترانزستور إلا إنها بتقللي كسب الجهد بتاع الترانزستور. طيب كسب الجهد دوت يبقى جهد متغير، يبقى أنا ساعة الجهد متغير مش عاوزة تكون موجودة عشان اقدر احصل على اعلى كسب ممكن. طيب اعمل ايه؟ قال لي احط معاها بالتوازي المكثف في الحاجتين سيارة، ده فايدته ايه بقى؟ احنا عايزين ار يكون موجودة بالنسبة للدي سي
يكون مش موجودة أو مش مشافة بالنسبة للجسير. المكثف هيسمح بمرور التيار المتغير أو المتردد. كأن المكثف ده في حال الإشارة الـ AC هيبقى شورت سيركت على المقاومة دي، وبالتالي كأن المقاومة دي مش موجودة بالنسبة للإشارة المترددة. يعني الإشارة المترددة جايات هتلاقي قدام سكتين، المقاومة اللي هي الـ RE والمكثف اللي هو الـ CY. احنا قلنا إن المكثف بالنسبة للتيار المتردد بيبقى كأنه في القصير، يبقى الإشارة المترددة هتفضل إنها تمشي في المسار اللي فيه أقل مقاومة اللي هو كأنه شوف سيركت اللي هو الكبس، وتبتعد عن المقاومة. في الحالة دي الإشارة المترددة مش هتشوف المقاومة، وهعبيه من مكسر. بينما لما يكون عندي إشارة الدي سي أو التيار المستمر هيقلب قدام الطريق بتاع المقاومة والطريق بتاع المكسر. المكسر بالنسبة للدي سي بيبقى أوبن سيركت، يبقى مش هيعدي من تيار دي سي وهيعدي من المقاومة تماما زي ما انا عايز. اشغل المقاومة بالنسبة للتيار المستمر اللي هو موجود، بينما التيار المتردد تبقى المقاومة هي غير موجودة. دي مسألة تصميم حاطين فيها نظر وإشارة ضعيفة ومقاومة الحمل اللي هتوصل على الترانزستور. الإشارة الضعيفة عاطيني في الجهد بتاعها 10 ملي فولت ليك، ليك يعني القرب، هي أقصى قمة للإشارة الضعيفة توصل لـ 10 ملي فولت. المقاومة الداخلية للمصدر RS هي بتساوي 50 فولت. بيقول لي أقل تردد بيشتغل عليه المصدر 100 هرتز، يعني الإشارة اللي طالعة من الإشارة المترددة أقل تردد فيها 100 هرتز. مقاومة الحمل الـ RL الـ R لود 50 كيلو أوم، الـ R4 لود أو الـ R لود قيمتها 50 كيلو أوم. بيقول لي بقى المطلوب أنا عايز لود خل الإشارة اللي داخلة ديت قيمته بتساوي 2 جولد دي، يعني داخل لي هنا 10 ملي فولت عاوزهم هنا في الخارج 2 فولت. دي الدايرة اللي المفروض اسمها احسب قيم الاربع مقاومات وجهد البي سي سي. طبعا انا ما عنديش اي معطيات اقدر ابدا اشتغل منها، فابدا افترض مجموعة اضطرادات وعلى اساسها اشتغل. اول اضطراد ان جهد البي سي اي اللي هو جريمة كوليكت وجريمة متر هيساوي نص الـ VCC، ده الجهد ما بين الكوليكت وجريمة متر هيساوي نص الـ VCC أو الجهد المغير للترانزستور. جهد الـ VRE جهد المقاومة RE هيساوي تقريبا تقريبا 10 الـ VCC. الحاجة التالتة إن التيار اللي هيمر في الـ R2 هيساوي 10 مرات تيار IB. يرتبط الأخير أكتر من الـ IC عندي 1 ملي أمبير. أنا اخترت ترانزستور بي سي 549 سي، بدور على ترانزستور اسمه الـ سيجنال أمبليفاير، بيكون البيتا بتاعته عالية. بالإضافة في حاجة اسمها بي اي أو Early Voltage، دي مهمة عشان أقدر أحسب منها قيمة مقاومة الخارج بتاعة الترانزستور. طيب دي أجيبها منين؟ غالبا مش هتكون موجودة في الأفيش، بس ممكن أجيبها من برنامج المالتي سيم. بعد كده أبدأ أحسب حاجة اسمها جي أو إكس. الجيم بيساوي إيه؟ إيه بتساوي سالب بي أوتبوت على بي إنبوت. البي أوتبوت هو مقدار الإشارة المكبرة اللي أنا عايزها اللي هي 2 فولت، والفي إنبوت اللي هي الإشارة الصغيرة اللي داخلة عندي قد قيمتها 10 ملي فولت. أقسم الـ 2 فولت على 10 ملي فولت، يبقى أنا كبرت الإشارة بمقدار 200 مرة.
الماني ستيلنج بتاعك ايه؟ السيلنج بتقول ان اشاره الخرج عندي يبقى معكوس 180 درجه عن اشاره الدخل. طيب بعد كده احسب حاجه اسمها اي سي ريزيستنس، دي المقاومه اللي بشوفها في الاشاره المتردده ما بين البيز والامتر. يبقى الاي سي ريزيستنس او الار اي دي المقاومه اللي موجوده عندي ما بين البيز والامتر القصب او اللي هتاثر لي على التيار المتردد اللي داخل لي على البيز. طيب الار اي بتساوي ايه؟ انا بتساوي 26 مللي برقم ثابت عند درجه حراره 25 درجه مئويه بالنسبه للترانزستور مصنوع من الصفر، بتساوي 26 مللي على الاي سي اللي هو التيار اللي ماشيلي الترانزستور الكوليكتور او الامتر. طيب احنا كنا فرضين ان الاي سي بيساوي 1 مللي، يبقى اقسم 26 مللي على 1 مللي يديني 26 مللي. بعد كده احسب حاجه اسمها الاوت بوت ريزيستنس او مقاومه الخرج الخاصه بالترانزستور. قال لي الاوت بوت ريزيستنس او الار او بتساوي تقريبا ال في اي اللي هي الايرلي فولتج اللي احنا جبناها من مالتي سيمتر 80 فولت على الاي سي اللي انا طلبت 1 مللي، 1 مللي بيساوي 80 كيلو اوم. دي معناها ان مقاومه الخرج بتاعت الترانزستور 80 كيلو اوم. انا بعمل الحاجات دي ليه؟ عشان اقدر احسب الار سي. هو احنا قلنا ان الجين اي بيساوي سالب في اوت على دي ام، قال لي برضه الجين بيساوي سالب ار سي اللي هي المقاومه دي بالتوازي مع الار او اللي هي مقاومه الحرب اللي احنا حسبناها على الار اي اللي هي الاي سي ريزيستنس. طيب يبقى الار سي من العلاقه دي بتساوي A اللي هي الجين في الـ RE في الـ RO على الـ RO ناقص A في الـ RO. يعني العلاقة دي بعوض فيها القيم اللي احنا حصلنا عليها. الجين 200 اللي احنا طلعناه فوق، 26 اللي هي المقاومة بتاعة الـ AC، وال 80 كيلو أوم اللي هي الـ RO. أكمل عوض دلوقتي المعادلة أحصل على قيمة على الار سي بتساوي 5 ل 56 مللي كيلو اوم. اقرب مقاومة قياسية للقيمة اللي انا طلعتها من الحسابات هي 5.6 كيلو اوم. يبقى انا كده دلوقتي حسبت قيمة الار سي اللي اقدر اوصلها مع كل اخر في البيت 5.6 كيلو اوم. بعد كده عاوز احسب البي سي سي اللي هو حجزت بيه. خلي بالي بقى هنا ان الـ VCC ده بيساوي ايه؟ بيساوي الجهد الواقع على الـ RC زائد الجهد ما بين الكوليكتور والإميتر زائد جهد الواقع على الـ RC. يبقى الـ VCC بيساوي الـ VCC ناقص الـ VRC اللي هو الجهد الواقع على الـ RC ناقص الـ VCD جهد ما بين الكوليكتور والإميتر ناقص جهد الـ RE الـ VRE هيساوي زي. احنا هنفترض ان الـ VRE قلنا انها بتساوي تقريبا 10 للـ VCC، فانا هفترض لها افتراض انها بتساوي 1 وارجع اعوض المعادلة تاني. يبقى الـ VCC ناقص الـ IC في الـ RC اللي هو الجهد الواقع على مقاومة RC هيساوي التيار اللي ماشي فيها اللي هو الـ IC بقيمة المقاومة RC ناقص الـ VCC على 2. ايه الـ VCC على 2؟ احنا افترضنا في الاول خالص ان الجهد ما بين الكوليكتور والإميتر يساوي نص الـ VCC، ده في الافتراضات اللي احنا قلناها قبل ما نبدا تصميم الدايرة، ناقص 1، الواحد ده اللي هو الجهد الـ VRE اللي احنا افترضناه. طيب انا عندي هنا كل القيم موجودة ما عدا الـ VC، فانا اقدر احصل على قيمة الـ VC. احنا قلنا الـ VCC ناقص الـ VCC على 2 هيديني الـ VCC على 2 ناقص الـ RC طلبناه بـ 1 مللي جاب قيمة الـ RC اللي احنا طلعناها، يبقى أحصل هنا على الـ VCC بيساوي 13.2. 13.2 فولت الواحد. طب ما أجي أقسمهم على 10 عشان يبقى شهور، لأن شهور
واحد وثلاثة وثلاثين من مية فوق، دول أكبر من الواحد فولت اللي أنا طلبته. يبقى إحنا عايزين نزود قيمة البي آر إي اللي إحنا افترضناها بحيث إنها تحاول توصل للعشرة. نخليها واحد وأربعة من عشرة وأرجع أعوض في المعادلة رقم واحد. لما أعوض فيها هلاقي إن البي سي سي هتساوي 14 فوق. طيب لما أجيب العشر بتاع ال 14 نفس العشر يطلع لي واحد وأربعة من عشرة زي ما كنت أنا ضارب بإسباب البي آر. طبعا هو مش شرط ان نخلي بعد المقام الار اي عشر البي سي سي بالظبط، لا هي تبقى حوالين العشر وممكن تزيد، بس انا عملت كده علشان نوصل للعشر تقريبا بالاضافه ان نخلي بعد البي سي سي رقم صحيح بدل ما يبقى طلع 13.2 عشان بس دي. طب انا حط رقم صحيح كده بقى. طيب احنا خلاص حسبنا الـ PCC والـ RC، نحسب الـ RE. الـ RE هتساوي الجهد اللي عليها الـ VRE على الـ IE. طيب الـ IE تقريبا بتساوي الـ IC. الجهد اللي على الـ RE 1.4 من 10 سنة في 1.4 من 10 على الـ IC 1 مللي كما اخترنا، يطلع قيمة المقاومة 1.4 من 10 كيلو أوم. أقرب مقاومة قياسية بالنسبة للرقم دوت تبقى 1.37 كيلو أوم. لو أنا ضربت قيمة المقاومة دي اللي هي 1.37 كيلو في قيمة الطلاع اللي هيعدي فيها اللي هو 1 مللي أمبير، يبقى فرق الجهد اللي على الأر دي 1.37 فولت، يعني تقريبا 1.4 فولت. دلوقتي احنا عايزين نحسب قيمة المقاومة أدوكمان. طيب اللي معلوم عندي بالنسبة لـ R2 فرق الجهد اللي عليها اللي هو الـ PB، وأيضا معلوم التيار اللي ماشي فيه. احنا افترضنا إن التيار اللي هيعدي في الـ R2 عشرة IB، والـ IB احنا حسبناه من العلاقة IB بيساوي IC على B. الـ IC كنا قلنا إنها 1 مللي، والـ B احتجبناها من الداتا شيت بتاعت الكونفورت الـ 400، يبقى تطلع 2.5 مايكرو امبير. لما اضرب الاي دي في العشرة يبقى انا كده عارف الطار اللي ماشي فين المقاومة. والجهد في دي بي هيساوي ايه؟ هيساوي فرق الجهد ما بين الجزء المتر والجهد اللي على الار دي. يبقى الدي بي هيساوي 7/10 بين الجزء المتر زائد 1.37 هيطلعوا 2.7. يبقى انا كده عندي فرق الجهد وعندي التيار، فاقدر اقول قيمة المقاومة. يبقى الـ R2 هتساوي VB على الـ R2 هيساوي VB على 10 IB هيساوي 2.7 في 25 اللي هم 2.16، هيطلعوا 82.8 كيلو أوم. أقرب رقم قياسي للمقاومة دي هيطلع 82.5 كيلو أوم. بعد كده عايزين نحسب قيمة المقاومة R1 بنفس الطريقة اللي حسبنا قيمة المقاومة R2، هنكررها هنا بالنسبة لـ R1. فرق الجهد على R1 تقريبا معلوم عندي، يعني فرق الجهد ما بين الـ VCC والـ VB والاتنين معلومين. طيب التيار اللي هيعدي عندي في R1 هجيب ازاي؟ التيار اللي عندي من بيعدي من R1 بيتفرع إلى IB زائد التيار اللي هيعدي في الـ RI2 اللي هو 10 IB. يبقى لما أجمع التيار اللي ماشي عندي في الارض من 10 اي بي زائد التيار اي بي 11 اي بي، يبقى التيار اللي بيعدي لي في المقام ار 1 بيساوي 11 اي بي. اي ار 1 هيساوي التيار اي ار 2 زائد الاي بي هيساوي 10 اي بي زائد الاي بي هيساوي 11 اي بي. اضرب ال 11 في 2.5 مايكرو امبير اللي هم الاي بي هيطلعوا 27.5 مايكرو امبير. طيب احسب بقى المقام ار 1 فرق الجهد على فرق الـ PCC اللي هو عندي 14 ناقص الـ VB اللي هو 2.7 اللي هيحصل بيها المعادلة دي على التيار اللي هيمشي في المقاومة الواحد اللي هو 27.5 مايكرو، يطلع لي قيمة المقاومة
433.10 كيلو هرم أقرب قيمة قياسية تطلع 432 كيلو هرم. دي الدايرة بعد ما حسبت قيم المقاومات والكود عندي في سي سي. نبدأ نتأكد من الكود على برنامج السندوتش. أنا عندي بنقط نقطة 5 ده اللي هو دي سي، وعندي الجو ما بين المتر والأرض اللي هو قطع المقاومة الأرضية اللي هو نقطة 2. نشوف هنا الجو قال لي الـ V2، خلي بالي إن هو اسمه دي سي وضريبة الجبايت. أنا بعمل هنا تحليل لإيجاد قيم وعود دي سي للتيار. ما بتكلمش دلوقتي على الدي سي خالص، انت فاهم ان الترانزستور ناحية على دي بي دي سي زائد دي سي. اللي انا بعمله ده كله شغل الدي سي. الجهد عند النقطة 2 اللي هي النقطة اهي اللي هي بتمثل لي الجهد على المقاومة الار دي، فرع 1 علامة 36 ملم، زي تقريبا ما كنا احنا قلنا يطلع 1 و 37.2. الجهد ما بين النقطة 5 والنقطة 2، النقطة 5 والنقطة 2 اللي هو جهد الجهد ما بين الكوليكتور والكوليكتور. احنا كنا قلنا ان هو نص ال بي سي سي، طلع عندي كده 7.6 ملم، يعني تقريبا نص ال بي سي سي اللي هو كان 14. بعد كده بيقول لي الجهد ما بين ال بي سي سي والنقطة 5 اللي هو الجهد بي سي سي ناقص بي 5 اللي هو الجهد الواقع على الار سي، طالع عندي 5 علامة 57. بعد كده بيقول لي التيار اللي هيعدي لك الار سي اللي هو الار سي، يعني كنا اكتر من 1 ملم، وطلع عندي 9.94 متر، يعني تقريبا 1 ملم. دلوقتي هنتكلم ازاي بقى نربط الجزء اللي خاص بالترانزستور ده الترانزستور مع الجزء المتردد اللي جاي لي من المصدر. نقلنا عن طريق الكراسي ازاي احسب بقى قيمة الكراسي دوت. احنا هنفترض عندي دوت الـ VS ده دوت اللي هو مطرد، ودي مقاومة المصدر RS مقاومة داخلية بقى وغالبا بتكون في الفصل. احنا هنفترض انها 50 واحط هنا كاريستور، بعد كده اوصل على مقاومة حمض. انا عاوز اعرف الجهد من هنا اوصله على الحمض اللي هو الار ايه. ممكن الحمض دوت يكون مقاومة الدخل بداية الترانزستور زي ما احنا عاملين هنا بداية الترانزستور بالدايرة بتاعتي ار 1 وار 2 ليه مقاومة الدخل للإشارة اللي هتخش فيها. احنا بنمثلها بالار. خلي بالي بقى بيقول لي بالنسبة 4 AC بالنسبة للإشارة المترددة، الـ HC اللي هو الكلام كله دوت هيبقى شورت سيجنال. تمام، الإشارة اللي جاية لي إشارة ضعيفة يهمني إنها تعدي معظمها وتخش لي على الأرض. طيب الـ RS دوت أنا مش هقدر أتحكم فيه لأن دوت متوقف على المصدر بس، لأن أنا بقدر أتحكم فين؟ في المكثف. المكثف ده مش عاوزه ياخد لي جزء من الجهد بتاع الإشارة اللي داخلها، يعني يكون قيمة المعوقة بتاعته أقل من أقل بكتير من قيمة معوقة المقاومة ار ال بتاعت الار اس. ده ال اكس سي اللي هي معوقة المكثف اقل بكتير من الار اس زائد الار اس. ليه؟ عشان يخش عليه جهد على يروح عندي في الكوكس واستفيد بمعظم الاشاره وادخلها للترانزستور. طيب احنا عاوزين الار اس زائد الار ان اكبر بكتير من دي من الاكس سي. انا افترضت انها بتساوي تقريبا 1000 مره الاكس سي للار. الاكس سي اصغر حوالي 1000 مره من الار اس والار ان. طيب الاكس سي او معوقه المكسر يساوي 1 على 2 باي اف اللي هو التردد في كومتوس.
انا باخد هنا اقل تردد بيخش لي مع الاشاره، يعني الاشاره بتخش لي مثلا من 20 هرتز لغايه 20 كيلو هرتز اللي هي الاشاره بتاعت التردد الصوتي، اشتغل على اقل تردد هو 20 هرتز، ابدا اعوض اخد الاكس سي اعوض ده هنا العلاقه اللي فوق دي، يبقى بريمتر المكثف اللي انا عاوز احطه هنا اربط بيه ما بين الدايرتين هيساوي 1000 على 2 باي ينفع تقريبا 3 14 بالتردد اقل تردد في الفار اس اللي هو الدخل زائد الفار. نبدا نحسب قيمه المكثف سي اس. اول حاجه عايزين نحسبها الار ال او الار لود، لما قيمة الدخل بتاعت دايرة الترانزستور هتساوي ار واحد بالتوازي مع ار اتنين بالتوازي مع بيتا ار اي، يبقى قيمة دخل الترانزستور اللي احنا شايفينه قدامنا دوت هتساوي ار واحد بالتوازي مع ار اتنين مع البيتا بتاع الترانزستور والار اي اللي احنا كنا حسبناه قبل كده خالص، يطلع لي مقاومة الدفع أو مقاومة الحمل بالنسبة للإشارة اللي هتخش لي من هنا من المصدر تقريبا 9 كيلو جرام، آخد 9 كيلو دي مع 50 أوم هو الـ RS وأعوض بيهم في المعادلة، يبقى الـ CS أكبر من أو تساوي 1000 على 2 في الباي اللي هي 13 اللي هي 3 14 16 في اف مينيموم اللي هي الميل في الار انبوت بتاع دايرة الترانزستور زائد الار بس بتاع المصدر، يطلع لي قيمة المكثف أكبر من أو بتساوي 175 أو 8.8 مايكرو فارد، وأقرب قيمة قياسية هي 180 مايكرو فارد، يبقى السي اس بتساوي 180 مايكرو فارد. نبدأ نحسب قيمة المكثف بتاع الرقم ما بين فرد الترانزستور والدايره اللي بقى عند الترانزستور اللي هيطلع لي ويشيل عليها الاشاره في المقبل. احنا عايزين نحسب بقى ان ايه المقاومه الداخليه او مقاومه المصدر بالنسبه للاشاره اللي هي داخله لي على المكثف اللي هي الار اس. الار اس هنا اللي هي بتساوي الار او بتاعت الترانزستور مقاومة الخارج بتاعت الترانزستور، مقاومة خارج الترانزستور ار اس اللي هي او بتساوي ار سي على ار او، احنا حسبنا الار سي وحسبنا الار او. طيب هقسم الار سي اللي هي 5.6 كيلو على اللي هي التوازي مع 80 كيلو بتساوي تقريبا 5 كيلو متر، يبقى القوم بالخارج بتاع الترانزستور بتساوي قاسي بالتوازي مع الأرض، بقى عندي الأر اس اللي هي بعيد العلاقة دي اللي هي هنا 5 كيلو، طب الأر ال اللي هي دي اللي كان عطاها لي في البداية خط بتساوي 50 كيلو، أبدأ أعوض في المعادلة دي سي اس 28 هي 9.10 مايكرو فارد، أقرب قيمة ليهم قياسية 33 مايكرو فارد. طيب آخر مكثف هنصممه اللي هو سي اس أو باي باسكتس، لو جينا نصنع الدايرة دي هنلاقي عندنا هذا المقاومة ار اي مع هذا التوازي المكثف سي دي، ده مصدر الإشارة المترددة بعد ما تكون ضايع اللي هي البي سي، أنا عايز بقى إشارة مترددة يشوف المقاومة دي كأنها أوبن سيركت، يعني معروف المقاومة بتاعتها عالية جدا فمتحملش، وتشوف المكثف دوت
كان الحصار في سكه لو المعاقه بتاعته قليله جدا فتعدي ده عشان تحصل زمانين كده على اعلى مستقبل. يعني عايز التيار اللي عديه في المكسر اكبر بكتير جدا من التيار اللي عديه في المقاع. يعني الاي سي اكبر بكتير من الاي بي. انا بتكلم على تيار متردد. الاي سي اكبر من او بيساوي 1000 مره اي بي. ده اضطراب. طيب التيار اللي هطلع عليه من منظر الكون الفرع الفرعين. الفرع يخش هنا على الاي بي والفرع يخش هنا على المكسر. يبقى لما اقسم الجزء على المقام يجيب كوره. يبقى بقسم البي سي اي على الاكس سي يبقى لازم يكون اكبر من او يساوي 1000 مره البي سي اي على الار بي. عشان البي سي اي مع البي سي اي افضل من واحد على الاكس سي اكبر من او يساوي 1000 على الار بي. اخش الاكس سي وعوض بكم اللي هي بسبب 1/2 باي اف من في السي تبقى اكبر من او يساوي الالف على الارض. يبقى كون المكسر اللي هحطه هنا يساوي او يكون اكبر من الف على 2 باي في اف من في الارض. ابدا اخد الرقم دي واعوض فيها بكون الاف من اللي هي 2 والار اي اللي هي 1.37 من 100 كيلو احصل على قيمه المكثف واحد 16% متر مكعب. طبعا اقرب قيمه قياسيه للقيمه دي بتطلع 1200 متر مكعب. دي الدايره بتكمل بعد ما حسبنا قيم المقاومات والمكثفات والبي سي سي. انا بص انا هفرد الاسس اللون الازرق دوت دي اشاره الدخل اللي هي جهات المنور. طيب احنا كنا انها بتساوي 10 ملي فولت. دي نبص هنا على الحته دي هنا بالملي شنو دي يبقى هو الداتش ميديا بتاعتنا. نبص على اشاره اللي هي البي سي الاقي ان الاشاره عندي تطلع 10 ملي وتنزل تحت سكر ال 10 هي 7.7 ملي. ده روت من السكر مضبط 1.4 1.4 دي من 10 ملي. دي كانت الشرط ده شرط الخارج. هذا بص اللي هي فقط على الشمال ايه اللي باللون الاحمر. الاقي اللون الاحمر عندك شمال ايه تبدي تعبري بالضبط مش بالملي. الاقي الاشاره عندي ما بين تقريبا 2 يساوي انا كده كبرت البشر. دي رسمة خدمة البشر في المعرض. ارجو انكم تكونوا استفدتم. شكرا جزيلا.